أنواع التنفس عند الحيوان. التنفس عند بعض الثدييات: يتنفس الأرنب والخروف والكلب والتمساح وفرس النهر وغيرها من الحيوانات البرية في الأوساط التي تعيش فيها. نلاحظ حركات تنفسية منتظمة تمكن الهواء من الدخول إلى الجهاز التنفسي والخروج منه. ما هي مكونات الجهاز التنفسي؟ عند تشريح أرنب نلاحظ أن الجهاز التنفسي متكون أساسا من الرئتين والمسالك التنفسية، وتتكون هذه المسالك من الأنف والقصبة الهوائية، كما تتفرع القصبة الهوائية إلى شعبتين تتصل كل واحدة منهما بإحدى الرئتين. لذلك نقول إن هذه الحيوانات وغيرها من الثدييات رئوية التنفس مثل الإنسان. التنفس عند الأسماك: تعيش الأسماك داخل الماء ونلاحظ عندها تناوبا في حركات الفم وغطاء الغلاسم. تجربة: نضع في فم السمكة قطرات ماء ملون بمادة غير سامة، نلاحظ خروجه من فتحة الغلاسم. تتكون الحركات التنفسية عند السمكة من طورين: انفتاح الفم لدخول الماء المحمل بالهواء النقي، انفتاح غطاء الغلاسم لطرح الماء الملوث. توجد تحت غطاء الغلاسم أعضاء غنية جدا بالشعيرات الدموية تعرف بالغلاسم، وهي التي تمكن السمكة من التنفس في الماء. نستنتج أن التنفس عند الأسماك غلصمي. التنفس عند الضفدعة: الضفدعة حيوان برمائي، فهي قادرة على الغطس في الماء والبقاء فيه مدة طويلة دون أن تختنق. عندما نشاهد عن قرب ضفدعة في الوسط الأرضي نلاحظ تناسق حركات الغشاء للفك السفلي. تجربة: عند تشريح ضفدعة نلاحظ أن الجهاز التنفسي يتكون من رئتين ومسالك تنفسية، عندما تكون الضفدعة في الماء نلاحظ توقف الحركات التنفسية لديها وقدرتها على الغطس في الماء مدة طويلة دون أن تموت.
ماذا نستنتج من هذه المشاهدات؟ نستنتج مما سبق أن للضفدعة نمطين من التنفس: تنفس جلدي أساسي في البر والماء، تنفس رئوي ثانوي في البر.